السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا متابعي برنامج الحكاية والقصص والجرائم الواقعية، برنامج حكايات هشام. البرنامج من خلاله كنسرد على حضراتكم قصص جرائم واقعية حدثت في المغرب، نسردها لحضراتكم لأخذ الحطة والحظة ولأخذ العبرة. إذا المتابعين الكرام، يتجدد اللقاء في حلقة جديدة، وبغيت نشكر جميع الإخوان والأخوات على حسن الاستماع ديالهم، وكنشكر الجالية المغربية المقيمة في الخارج اللي كتستمع لنا بكثرة، والإخوان في دولة الجزائر الشقيقة والصديقة. أقول لكم مرحبا بكم في قناتكم قناة حكايات هشام. إذا أحبتي في الله، بدون إطالة نبدأ في سرد تفاصيل جريمة اليوم. اسمع، جريمة اليوم غادي نعتبرها من أعقد ومن أخطر الجرائم اللي كنعاودوهم في القناة ديال حكايات هشام. منذ بداية البرنامج، هذه واحد الحلقة متميزة وحلقة استثنائية. تصنتوا معايا مزيان، أركزوا مزيان مع القصة بلا ما تزابيوش. نبداو. هذا واحد السيد كان غادي متبع الزوجة ديالو. السيد تيشك في الزوجة ديالو، مشكاك، بقى غادي متبعها حتى لقاها دخلت لواحد القهوة وجالسة مع واحد راجل. هاد راجل ولد خالتها وهو محامي. جالسين واحد الجلسة، ماشي هي هاديك، شاف فيهم هاديك الجلسة السيدة لابسة أحسن تياب، السيدة دايرة المكياج، دايرة العكا، وجالسة معاه في واحد الوضع وفي واحد القهوة اللي ما هياش. هنا عرف بأن القضية كتتعلق بالخيانة الزوجية. غادي يجبد الموس وغادي يمشي نيشان عند هذاك العشيق ديالها، اللي في النظر ديالو العشيق ديالها ولد خالتها هذاك المحامي. غيجبد الموس وغيقصدو وغيبغي يضربو. هذاك السيد المحامي غيشوفو، غيدافع على راسو وغيهز حتى هو الكاس. هذاك الزوج قالو انت غادي نضرب المحامي، ومن بعد غادي نمشي عند الزوجة ديالي وغادي نضربها ونسدد لها حتى هي طعنات. المحامي غيدافع على راسو، غادي يهز الكاس غيهرسو وغيضرب به الزوج. المهم جاو الناس، الدماية تكاتات تما، الناس ما فهموا اشنو كاين، وهم يقربوا وبداو يفارقوا فيهم. المهم عيطوا لرجال الشرطة، غادي يجيو رجال الشرطة وغادي يديو هاد ثلاثة المخفر ديال الشرطة. هنا هاد الزوج تبت الحجة، يعني كان واحد خيانة. قال له مودي الزوجة ديالي هادي، انا وياها مزوجين هادي تقريبا 3 سنين، وحنا مزوجين وحنا عايشين في امان الله، ولكن دائما تشك بانها كتخوني، واليوم تأكدت بانها كتخوني. تبعتها لقيتها مع المحامي اللي هو ولد خالتها، جالسين في واحد وضعية وهالناس شهود. صافي القضية متعلقة بالخيانة، كاين الشهود كاين كلشي مزيان. هنا غيستمعوا الزوجة. الزوجة كتقول لي مودي هاد السيد هذا الزوج ديالي، تزوجت انا وياه 3 سنين هادي وعايشين بخير، ولكن هاد السيد راه مشكاك، وهاد السيد هذا كان مزوج، كانت عنده واحد علاقة، تزوج وطلق من المرا ديالو على نفس المشكل، لأنه تيشك بزاف فين غادية فين داخلة، انتي فعلتي انتي تركتي، يعني أبسط الحوايج تيشك فيهم. مزيان، خداو الأقوال ديال الزوج وغياخدو الأقوال ديال الزوجة. هنا بقاو الأقوال ديال المحامي. المحامي قال لي مودي أنا جالس مع السيدة بنت خالي، بنت خالتي، وفي نفس الوقت جا معنا خدمة، يعني أنا محامي وجات لعندي شوية تنحس بالزوجة، هز الموس دافعت على راسي وضربتو. المهم هنا جا الشرطة قال لهم تسامحوا، لا سيدي أنا ما نسامحش، الزوجة غنتابعها بالخيانة الزوجية. والسيد كذلك، الأخر تيقول ليه لا أنا حيت هو محامي وهداك الشيء ديال الفصول، فصل 16 17 18 من الحقوق القانون كذا كذا، قال لهم ودي هاد السيد تهدى عليا، أنا ما درت والو، أنا ما فعلت، أنا ما كذا. المهم خداو الأقوال ديالهم، وهنا الزوجة غتقول واحد الحاجة اللي غتغير هاد البحث. أشنو غتقول لهم؟ قالت لهم ودي لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا، انا جيت على قبل كذا 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 كذا، كنهضر مع المحامي، وانا داك الزوج ديالي انا واخد له البال ديالو وكندافع عليه، وبغيت انني نفك ليه واحد المشكل. اشنو هو المشكل؟ هو هذيك كذا 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 كذا، امتى غنعرفوها؟ نخلو هاد الناس هادو او هاد ثلاثة في مخفى الشرطة، وغادي نرجعو الله باش نعرفو اشنو قالت هاد الزوجة. اذا تبعوا معنا الحكاية وتبعوا معنا القصة، حيت فيها بزاف بزاف ديال التفاصيل المعقدة والمثيرة. مزيان، هاد واحد راجل عنده ثلاثة ديال الوليدات، الولد الكبير سميتو محمد، والولد الثاني سميتو عبد السلام، والثالث سميتو جلول. هذا راجل، هذا واحد راجل مشكاك، السيد تيشك ابسط الحوايج، يعني اي حاجه كتوقع في الدار تيشك فيها، تيشك في النمله اين مشات تيشك فيها. السيد مشكاك لدرجه كبيره. اشنو دار؟ تزوج مرة الأولى وطلاق، وعاود تزوج مرة الثانية، هي اللي ولد منها هاد الوليدات الثلاثة اللي كما قلت لكم، محمد وعبد السلام وجلول. مات هاد السيد، هذا خلى الأملاك لوليداتو، الأول محمد غادي يمشي يتزوج، ما سهلش عليه الله مشى تزوج، ما سهلش الله في الوليدات، ديما المشاكل مع مرتو. السيد دازت الوقت، الصحة ديالو تدهورات، السيد ديما السبيطارات، ديما جالس في الدار ما تيتحركش، قليل فيه كيتحرك، الصداعات مع الما ديالو، وانتي يا كذا وانتي يا كذا وانتي يا السيد مشكاك بحالو بحال با. الابن الثاني اللي هو عبد السلام تا هو تزوج، ما سهلش عليه الله في الوليدات، مشاكل مع مراتو، انتي درتي انتي بعتيتي كذا. او نزلول، هاد جلول هذا مفضي، فلوس اللي وات من عند باه، الشراب، الحشيش، المبوقات، اجي كذا انتيا، اجي انت، السهر، الليل، والو، يعني ما شاط والو، السيد ما باغي يخدم، ما باغي يدير والو. واحد الخبر غادي توصل لخوتو بجوج اللي هما عبد السلام ومحمد، هو تيقول لهم، تيقول الناس اودي هما كاع خوتي مزوجين ومسهل عليهم الله لاباس عليهم، وهذوك الفلوس ما عندهم لا وليدات، ما عندهم لا كذا، ما عندهم لا كذا، لمن غادي يخلو اصلا هذوك الفلوس؟ لمن غايخلوهم؟ غايخلوهم لي انا، علاش غنمشي نخدم؟ علاش انا غنمشي نضرب التماره ونمشي نقز من هنا ونجري من هنا وكذا كذا كذا كذا؟ خليهم يخدموا. هاد الخبر هادو غيوصلوا لمحمد، لان محمد كان مريض كما قلت لكم، ومحمد عنده مشاكل مع الزوجه ديالو، الزوجه ديالو ما بقاتش كتمشي تهلا فيه وتديه للسبيطارات وكذا، طلع فاسا ابقى، حيت هو كينقى بزاف وتيغوت بزاف وتيشك بزاف، فما بقاتش مسوقه ليه وخلاته. قالت لها سيدي سير عم بحاك. المهم هنا محمد شنو غادي يدير؟ محمد واحد النهار غتمشي الزوجه ديالو وغتقلب في بعض الاوراق ديالو، غتلقى بانه كاتب كاع الاملاك ديالو لخوه عبد السلام، كاع الاملاك ديالو، يعني حق التصرف هذوك الفلوس الى مت انا. دابا الفلوس ديالي، الاملاك ديالي، الشركات، البهايم، كذا، كلشي ديالي الى مت غادي يمشيو عند خويا عبد السلام، ولكن يمكن لي نتنازل، يمكن لي نحيد هذا الشيء الى ربما شت خويا عبد السلام فيه دخل واحد ولا شي حاجه. وهذا الخبر وصلت كما قلت لكم لمراتو، لمرات محمد شافت هذا الشيء، فهنا غادي تمشي وغادي ينوض واحد الصداع كبير هي والزوج ديالها محمد، ولا واش انا مدوزه معاك سنين وكذا وانت غدرتيني ومشيتي عطيتي الفلوس لخوك، واش انا ما نستاهلش؟ المهم هنا نض معاها الصداع حتى هو، قال لا عطيني اتساع وانت طامعه فيا وهذاك اخويا وكذا كذا، وحنا ما عندنا لا وليدات، وانت يا يقدر غدا ولا بعدا تمشي تقتليني وتفعلي ليا وتشاكي ليا. المهم لاض واحد الصداع كبير ديال بصح. جلول باقي على الحاله ديالو، عبد السلام
ما تيمشي عند خوه، ولكن واحد القضيه وقعت. هو انا جلو لا بعد ما تمشي يشوف خوه محمد، ملي يشوفو مريض تيمشي عندو، تيمشي تيبغي يبين زعما انا انت خويا وخا واحد تاع الدنيا وكذا، مشي نشوفك وكذا وكذا. المهم تيمشي تيزهو كذا كذا. شنو غادي يوقع؟ الزوجه كيما قلت لكم اللي اكتشفت بان محمد كتب كل شيء لخو عبد السلام، ناضوا المشاكل وغتمشي في حالها عند والديها. دازت سيمانه وهي ما مشاتش لدارها. ملي دازت سيمانه غتمشي للدار ديالها، غادي تدخل كتفتح الباب كتلقى بان محمد ميت. هنا غادي ديها في ودنها وتغوت عكعك عباد الله راجل ميت كذا 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 كذا. غتلقى بان الفم ديالو عامر بالكساكس وغتعيط الناس الجيران كيقولوا خاصنا نعيطوا للبوليس. نعيطوا للبوليس حنا شنو خاصين؟ حنا ما عارفينش شنو واقع. والسيد ميت ميتة موتة عادية والسيد مقتول الله أعلم. عيطوا لنا البوليس. جاو رجال ديال الشرطة غيحلوا بعيد المكان المعاينة الأولية. أشنو غادي يلقاو؟ غيلقاو بأن هذا السيد هذا مشكوك بأنه مقتول. علاش؟ لقاو دانون تما، لقاو كشاكس، وغادي يديوه طب الصعيب باش يشوف لنا هاد السيد باش ميت. اجا الشرطه غيقلبوا وغيشوفوا، غيلقاو دانون تما، لقاو واحد دانون. دانون هزوه باش يشوفوا اشنو كاين في هذاك دانون. بداو تيقلبوا، داو المعاينه كيما قلت لكم، شوف من هنا شوف من هنا. وهنا غادي يبداو يتسولوا. جتة مشات مستودع البلدي الأموات، طبيب شرعي غادي يعطينا تقرير مفصل على اشنو وقع وباش مات هاد محمد. سولوا الزوجة، السلام عليكم. عليكم السلام، انتي الزوجة ديالو؟ ايه. فين كنتي؟ اسيدي انايا كان عندي مشكل مع الزوج ديالي ومشيت وسيمانة هادي وانا غابها، ويلا جيت اليوم. ملي فتحت الباب دخلت لقيت الزوج ديالي ميت، ودت يديا في ودنيا وقتلوا لي راجلي وانا كنبغيه وكذا. المهم الغوات انا قلت لها الشرطه شوفي سمعي لنا بنت الناس عافاك، قول لنا هذا الزوج كان عنده شي اعداء عنده شي مشاكل. قلت لهم لا سيدي. شكون كيجي عنده؟ قلت لهم اودي تيجي عنده خوه. شكون خوه؟ قالت لي كيجي عنده عبد السلام كيجي جلول اخا. عيط عبد السلام قال لي ما ودي انا اش نقول لكم، انا كنجي عند خويا كيمرض وعندو مشاكل مع الزوجه ديالو كذا 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 كذا. عنده مشاكل مع الزوجه؟ يا سيدي راه دابزو مشات السيمانه هادي ما جاش وكذا كذا. واخا هنا غيعيطوا لجلول، جلول كذلك خدا الاقوى ديالو تا هو والو. ولكن المقدام هذا عارفين الكامله باش طايبه، عارفين بان جلول اشنو تيقول، وبان جلول تيقول بان خوتي غيموتوا غنموت منهم وانا ما عندي باش نخدم. وعارفين بان جلول واحد السيد لحمق في عقله، يعني يقدر يقتل. اذا كان هذا السيد مات مقتول راه يقدر يقتلو، يديها ويفوتها وكذا وكذا. المهم هادو هما الاقوى اللي غادي يوصلوا الرجال ديال الشرطه من خلال البحث ديالهم. انا دابا التقرير ديال الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي كيقول على اساس ان هذا السيد هذا مات مقتول، مات اثر التناول ديالو لواحد السم، وهذا السم هذا كان سم قاتل وكلاه مع دانون. اذا هنا ولات عندنا جريمه قتل، ماشي قضيه ديال موت عاديه، جريمه قتل. اجو الزوجه، الاخ الاكبر اللي هو الاخ المتوسط اللي هو عبد السلام، الاخ جلول، كاملين اجوا. غادي يعاودوا معاهم البحث. فين كنتي الساعه الفلانيه؟ سيدي كنت هنا. فين؟ القهوه. زيد الدار. زيد سيدي نعستي. شكون كان في الدار؟ المهم جميع الاسئله كيتحطوا والو، وتقول واش غادي يفلت شي واحد. الزوجه عياو عمقوا معاها البحث، مشوا عند الاهل ديالها. كانت هنا، كانت معاش مع الساعة الفلانية، معاش خرجت كذا. المهم جميع التفاصيل المهمين اللي خداوها رجال الشرطة. اعتذر. المهم جميع التفاصيل المهمين اللي خداوها رجال الشرطة. عاونا دابا
هنا يجي الشرطة بشكون غيشكو؟ غيشكو بجلول، لأنه الدوسي اللي جا لجا الشرطة من عند المقدم، من عند الشيخ، من عند الزوجة، من عند أخ، كل شيء يقول بأن هذا السيد هذا راه يقضى، ربما يكون هو القاتل. فمشاو عنده رجال الشرطة لدارو وقلبوا، قالوا فين كتسكن؟ قال لهم ودي بلاصة فلانية. شمن بلاصة فلانية؟ قال لهم الدار ديال الوالدين، انا عايشه في الدار ديال الوالدين ديالي وكذا وكذا وكذا. مزيان، قالوا لي يلاه نمشيو معاك. مرحبا، خداو الاذن على الدنيا بالعامه، غادي يمشيو وغادي يقلبوا وغيلقاو عنده السم وغادي يلقاو دانون في الدار. اذا هنا القضيه باينه، القاتل لقيناه. سالات الحلقه، سالات الحلقه ولا ما سالاتش؟ الله اعلم. المهم غيتخاد هاد السيد هذا اللي هو جلول وغيعمقوا معاه البحث ويقول له مودي انا ما قاتلش، ولكن هاد الشيء اشنو تيجي عندك في الدار؟ من بعد بزاف ديال الاسئله، سول من هنا قلب من هنا، السيد تيدخل وتيخشوا الهضره، الجريمه ثابته بحقه، غادي تحكم عليه بالمؤبد. صافي، غادي يدخل السيد جلول يدخل الحبس، وهنا غيبقى الاخ عبد السلام هو كلشي ولا عنده فلوس كلشي. الزوجه مشات بحالها، ما صوات لا دهم لا يال لا زوج. هنا عبد السلام ابقى يمشي عند خوه الحبس، تيمشي عنده تيدي ليه الكفه ديالو تيتهلا فيه، والاخا تيقول له والله خويا ما قتلت وما درت وما فعلت. وانا السيد تشد متلبس، السيد لقاو عنده الحجه والدليل وباقي زيدها في النكير. المهم تيمشي عنده خوه تيدي ليه الكفه ديالو، والامور بقات غاديه مزيان. هنا عبد السلام اشنو غيوقع؟ عبد السلام غادي يتلاقى مع واحد السيد، غيتعرف على واحد راجل، وهذا راجل هذا كيبيع ويشري، والسيد لاباس عليه، غيتعرف وغيدير معاه واحد الشراكه. هذاك السيد عنده واحد البنت، وهاد البنت هادي سميتها لطيفة. فعبد السلام غيبقى خدام مع هذاك صاحبه وغيتزوج بلطيفة. مشى خطب لطيفة، تزوج بها، عجباتو، وكون معها أسرة. فهذاك السيد الأب ديال لطيفة مشى للحج، وغادي يموت وسط الحج، وصافي يعني عبد السلام غينتقل باش غادي يعيش مع لطيفة الفيلا ديالهم. لاباس عليهم، ناس عندهم رزقهم الله الفلوس، ولاباس عليهم. وتبد عبد السلام انسان لاباس عليه، وكان داير واحد الشراكه كبيره هو والاب المرحوم ديال لطيفه. مزيان، هنا دابا غادي نرجعوا لبدايه الحلقه. بدايه الحلقه قلت لكم ان السيد شك في الزوجه ديالو وكذا كذا، لقاها مع المحامي. شكون هو هذا السيد؟ هو عبد السلام، وهذيك السيده هي لطيفه. إذا عبد السلام ولطيفة راه هما اللي كنهضروا عليهم، وهو اللي تزوج بلطيفة. عبد السلام الأخ ديال محمد اللي وات من محمد، والأخ ديال جلول اللي كاين في الحبس. جلول باقي مدوز العقوبة السجنية ديالو، وداز 3 سنين على هاد الحادثة هادي، داز 3 سنين. ودابا هنا السيدة لطيفة أشنو قالت لها الشرطة؟ قالت لها مودي أنا علاش جيت عند محامي اللي هو ولد خالتي؟ فكنهضر معاه فقط على انه الزوج ديال عبد السلام كان هو الاب ديالي، عندهم مشكل مع واحد العصابه، واحد المافيا. فكان الاخ ديال عبد السلام اللي هو محمد كان مع واحد العصابه، هو محمد وعبد السلام كانوا بعدا مع عصابه. فاش تعرف عبد السلام مع الاب ديال لطيفه، فاخذها عافوا على ديك العصابه. كنتمنى الامور تكون مفهومه. دابا عندنا محمد وعبد السلام، التوا ديالهم بناوها من الناس انهم كانت عندهم واحد بيزنس مع واحد العصابه، واحد المافيا. فعبد السلام ملي مات خوه محمد غيتلاقى مع داك السيد، وغادي يدير اللي هو الاب ديال لطيفه، وغيدير معاه واحد الشراكه، وغيعرفوا على المافيا. متفقين ياك؟ فهنا قالت لي مودي انا خايفه على الزوج ديالي من المافيا، فمشيت عند المحامي باش نشوف كيفاش غادي نتفكوا من ديك المافيا، وكيفاش ان الزوج ديالي
ما يدخلش شي مشاكل ديال بيع المخدرات ولا شي حاجه ويمشي ليا الحبس. انا الزوج ديالي ما بغيتش يمشي للحبس، انا بغيت الزوج ديالي بغيت يبقى معايا. فهاد الشيء اللي وقع. المهم هنا رجال الشرطه غيفتحوا باب اخر. اشنو هو؟ هو انهم كيقولوا لا ربما محمد راه ما قتلوش خوه، يقدر يكون قتلاتو العصابه. هنا جلول غادي توصل الخبر وغيدير الكيفي، غادي يجي واحد اعتصام كبير في الحبس، يقول لهم سيدي وانا ظلمتوني وانا شديتوني وسيشوف العصابه وكذا 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 وكذا، عاطيني المؤبد وانا ما درتش وانا ما فعلتش وانا وانا وانا. مزيان، شنو غادي يوقع هنا؟ المحامي والله ما نسمح ليه، حسب الفصل القانون كذا كذا كذا، سيد تبع القانون، قال ما نسمحش السيد او تتنازل. لا الزوج عبد السلام تنازل. لا اخي انا الزوجية كذا كذا كذا، الزوجة اطلاق كذا، انا بغيت لي حقه بغيت لي كذا، ما بغيتش يدخل الحبس وهو كيشك فيا ومشكاك وكذا وكذا. المهم غيتنازلوا لبعضياتهم، عبد السلام غادي يطلق لطيفة، لطيفة غتمشي لحال سبيلها، وهنا لطيفة عندها بزاف ديال الطوموبيلات ولكن ما كتسوقش. علاش؟ لانه تخاد ليها البيمي ديالها. علاش تخدا ليها البيمي ديالها؟ حيت واحد النهار سيفطوا لها بان عندها واحد المخالفة، وهي هذاك النهار ما سقتش الطوموبيل، ماشي سقت، ولكن علاش قالت بان هي اللي سقت؟ لانها اصحابها واش الاب ديالها هو اللي ساق الطوموبيل. مزيان مشيت عند المحامي قلت له ودي شوف عافاك انا بغيت نرجع للبيمي شوف لي شي حل. فاش كطالع للواقع كتلقى بانه ها ديال المخالفه الاب ديالها كان ميت، الاب ديالها كان ميت، ولاحظت بان هذاك النهار هو النهار فاش تقتل الاخ ديال عبد السلام محمد. فأنا شكيت بأنه محمد ربما هو اللي عنده علاقة بالوفاة. فهنا شنو غادي دير؟ غتمشي عند المحامي وغتقولها لرجال ديال الشرطة. هنا رجال الشرطة كتقول لهم اودي انا نهار فاش نتوما ديتو لي البيمي ونهار فاش هذا ماشي انا سايقة، الاب ديالي حتى هو الاب ديالي كان مات داك النهار كان ميت، ولكن كنشك بانه الزوج ديالي. عيطوا لعبد السلام عمقوا مع البحث بدا تيسولوا من هنا من هنا، حتى السيد غيعترف لهم وغيقول لهم بانه هو اللي قتل الاخ ديالو، هو اللي قتل محمد. علاش؟ لانه هو وصلات الخبر بان الاخ ديالو كتب ليه كل شيء، فخاف بان الاخ ديالو يتنازل ويجي شي نهار ويقول صافي مابقيتش نكتب هاد الشيء ويمشي يكتبو لشي واحد اخر ولا الزوجة ديالو. هنا متتبعينا الكرام، شتو الطمع فين تيوصل؟ انسان اللي تيوصل فيه واحد الدرجة ديال الطمع هنا غيتحكم بالاعدام. الاعدام لوخا الاخ ديالو جلول صافي غيطلقو ساحو خرج. السيد كان كيجي عند اخوه الحبس و تيقول ليه واخويا واصبر ان الله مع الصابرين ونخا واحد الدنيا والحميله خنازه هزوه ماليه وانا نوقف معاك وانا نفعل لك وانا نتاك لك وانا كذا 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 كذا. يعني كان تيواسيه مع العلم انه هو القاتل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما طاعون احبتي في الله، إذا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم برنامج الحكاية، برنامج حكايات أخوكم هشام. نلتقي في حلقة الغد، ما تنساوش تدعمونا بجيم وبارتاج الحلقة، وشكرا لكم من أعماق القلب.